بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لأن شوفوا يا أخوان، أصول تسجيلات التقوى الإسلامية من عمارة كبيرة طويلة عريضة مليانة مصابيح كما هذه. هذه المادة ضاوية كلها، واحد بغى يطفيها تلاقاو ناس أشرار قالوا نطفوها من فوق لتحت، كيفاش نديروا لها؟ واحد بليد قالوا ما يهمك، انا اعطيني زوج صور ولا ثلاثه نطلع كل لمبه كيما هذه نكسرها. ينجم يكسر ما ينجم، ينم ولي الدار يكسر لمبه زوج يخرجوا لي يقولوا راك رايح، ينوضوا يحاربوه. الاخر ذكي قال له هذه الاماره كلها قفله قدك تتحكم فيها، نحل ننزل كيما يقولوا الشرقيين السكينه تطفى العماره كلها. شفت كيف؟ هكذاك احنا الاوروبيين دارونا، هكذاك دارونا الفرنسيين هنا في المغرب العربي شمال افريقيا، والانجليز وغيره في الهند وفي الشرق الاوسط، وهولندا وغيرها، والبرتغال في اندونيسيا وفي ماليزيا وفي دول شرق اسيا. قالوا هؤلاء الناس عندهم العقيدة فقط، باش انتم تحاربوا كل دولة واحدة ما تنجموش، خربوا العقيدة كل شيء سهل. لأن يا إخواني شوفوا القضية هذه حساب، تجمو تفهموها غير بالحساب. لما يلتقى مشرك مع كتابي، واحد انتم راكم عايشين كيما الحجرة كبير بالك مساغر مالك ما لحقوش كيما جرمان وبورجو اللي كانوا هنا، يا كي يعثر يقول بونديو صح ولا ماشي صح؟ والربي مليح ربي كبير. والعربي في ذاك الوقت واش يقول؟ ها سيدي عبد القادر هكذا كان يقول. نعم شفت كيف؟ ونهار الحد هاو الاخ عنده خبر، هاو جارنا رومي يقولوا له لابورد نهار الحد يركب 4 سنتروا جديده السفرة ويدير بنته قدامه رهيبه ويلبس لك مليح ويروح يصلي. وخاوتنا نهار الجمعه داخلين في الشراب الله، تسالوا كيفاش داخلين في الشراب؟ نقولها لكم، داخلين في ليكيفات تاع النصارى ينظفوهم من العام العام. لما يلحق الشراب الجديد راح الشراب القديم، يجي الشراب الجديد حشاكم، يجوا ليكيفات هذوك راه اللي ما يعرفش ليكيفات مازالوا لقابات تاع النصارى ثم يروح يشوفهم. وكانوا مساكن بالك كاش جنود هنايا كانوا يدخلوهم طبعهم فرنسا بالكلاب بالشيالو والمطرق حتى يدخل في باب الكيفات قد هكذا تحديد ويغلق عليه، ولما يجي 40 يوم ولا شهر ويخرجوه يخرج مسكين شاد في عينيه يعمى عمره لا شاف الضوء، يريح شهر شهرين ما يشوفش الضوء هو داخل الكيفات. لما يجي الشراب حاجاكم الجديد هذاك والشراب القديم راح، تكون الرتيلة سدات والغبرة دخلت في هذوك الخوابي تاع الشراب، يجيبوا خاوتنا المسلمين يدخلوا لداخل بالمصطلحة والمكنسة والماء وراه يضرب للفوق والماء راه الشراب حاشاكم جاي عليه من فوق. شفت كيف؟ نهار الجمعة احنا وقتها بدينا نريحوا بالجمعة 71 كنا بكري يريحوا بالحد، الحد النصارى يستفادوا منه يروحوا يصلوا. احنا نهار الجمعة داخلين في البونداج، شفت كيف؟ داخلين في الشراب. يعني هذا المؤمن فينا اللي ماهوش عاصي، اما المشرك اللي راه سيدي عبد القادر والكروشه المرابطه وما ناش عارفين هذه كملت. اذا احنا قضيه نحسبوها بالحساب، هنا عندنا مشرك وهنا عندنا كتابي، فهمتم؟ ان فرنسا جلست 130 سنه هنا ماشي باللعب، جلست بتدبير شيطاني. شفت كيف؟ يلتقى الرومي اللي يقول البونديو يقول لك ربي موجود، ويلتقى العربي الجزائري مسكين اللي كان يقول سيدي مبارك ولا لا سيدي عكاشة، وكانوا يمشوا ويديروا الوعادي والزرادي ويمشوا في وسط الطرق ويديروا فرد كبير معلم بكذا، والبندير يمشي والنصارى يطلوا من الباطيمات ويرموا لهم في الدوارة، واحد سابق بالقفيفة تاعو يلايم. الكبار راهم شافوا والصغار نقول لهم التاريخ تاعنا كيفاش كان فرنسا تلعب علينا. شفت كيف؟ يمشوا وراهم يلايموا في الدرام ونصارى يرمو لهم حتى وين رايحين؟ قال السيد مبارك. يلحقوا ثم ينذبح هذاك الثور
ويطيبوا ويقعدوا 7 أيام وسبع ليالي والبندير يخبط وتلاه ليه وربي ها 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 وفرنسا زيد تساعده. شفت كيف؟ كان هنا في الغرب هذا سيدهم عابد اللي كانوا النساء يغنوا به في لارس لما تلحق الموسم نتاعو خرجوه في الجريدة. سيدهم عابد والحق الوقت نتاعو واش يسموها سكة الحديد كانت تدي ب4 دورو يقولوا ولا 2 دورو ولا كانت تدي 2 دورو ولا 2 دورو ينشروها ويكتبوها بالتباشير في القطار اللي يبغى يركب راهي ولات ب2 دورو تشجيع. شفت كيف؟ وراه كل شيء ثم خالص 7 أيام وسبع ليالي هما في الغرب ويروحوا ثمايا الجوفرنور تاع فرنسا داري له الكرسي تاعه وحده والمير والقايد والباشا والبشاقة وفلان وفلان وقاعدين كل فيس تعرفوا على وجه الأرض تلقاه ثمايا في هذاك الموسم تاع سيدهم عابد. احنا نفكروا فرنسا لا تعاون هذو لما جت تبني مدرسة لما جت جمعية العلماء المسلمين جت تبني مدارس في أنحاء الجزائر عرقلتها فرنسا وقالت غير هذه ما تكونش راكم بنين زوي يكفوكم يكفوكم الزوي. قالوا لا احنا ما نستعرفوش بالزوي. جمعية العلماء قالت احنا ما نستعرفوش بالزوي احنا نستعرفوا بالقرآن نستعرفوا بمدارس تقرر القرآن كما فهموه الأولين. علاش فرنسا تعارض هذه وتعاون هذا؟ كانت نفسها أي شيخ بلدية أي مير والمير كانت فرنسا تنقيهم اللي راهم كبار راهم يعرفوا كانت تنقيهم يزم يكون المير اللي يتحكم في منطقة معينة يزم يكون من موالد الجزائر اللي يقولوا عليها النصارى بينوار يعرف العربية كما تعرفها أنت ويعرف كل الفكاير اللي تعرفها أنت يا وكل حاجة يعرفها. شكون فيكم يعرف الشيخ يحيى رحمه الله؟ الشيخ يحيى معلم رحمه الله نسيب سي صادق ولي دوره خاطبا سي صادق كان من جمعية العلماء رحمه الله وقرر القرآن 50 سنة عاش معنا في مكة 6 سنين يعني هذا التاريخ كله راني نستقيه منه ومن جد هذا الله يرحمه ثاني الحاج بولان بن طلحة زين كان من جمعية العلماء يعني تاريخ صحيح مش ماهوش مزور. هذا الشيخ يحيى هذا كان مرة يدرس رحمه الله في الشبلي في مدرسة هناك ويعلم للناس التوحيد ويعلمهم العقيدة الصحيحة ويعلمهم كل شيء. مرة في المسجد ثاني كيدرس يدرس واحد أرماله سؤال ما أدري الإنسان ذاك على نيته ما أدري الإنسان هذاك بياع كما يقولوا حركي. قال له سيد الشيخ اللي يعلق النياشين هو شعبي كما احنا يا ويصلي في الجامع ويعلق النياشين تاع الماريشال جوف ويعلق كذا الحكم تاعو. قال له كافر علق حاجة تاع فرنسا احنا ما عندنا إلا ملة الإسلام كفر. المهم خرجوا راحوا جات استدعاء الشيخ يحيى راح ليه راح للمير. شوفوا يا أخواني العبارة اللي قالها له تتعجبوا فيها هذه الكفرة كيفاش كانوا يخططون. قالوا اسمع الشيخ يحيى علاش راك ديمونطي رصان الناس راهي ديمونطي في رصان الناس باش يفهموا خليهم نايمين علاش راك تحرك لهم في رصانهم. قالوا واش درت انا؟ قالوا انت يفتيت لهم قلت لهم القراية على الميت والثلاث ايام والربعين يوم هذه كلها بدعة ما كاش منها وكذا والصحابة ما داروهاش تقلوا واش دخلك في هذا الشيء هذا. قال له اللي علق النياشين تاع المارشال جوف ولا المارشال بيتان ولا باللي كفر واش دخلك في هذا الشيء هذا. قال له مسيو شكون قال لك؟ بدا يضحك الرومي بدا يضحك ونظر هكذا. قال انا كي نظرت معاه فاذا به معلق البرنوس تاعو كان يلبس برانس باش ما نشتميه معلق البرنوس تاعو في واسمو عند الباب مور الباب صاحب البرنوس هذاك هو اللي جالس في الصف الاول الرومي جالس في الصف الاول سالو تخرجوا انت شكون يعرف يجي يسمع. قال له انا يا صاحب تعرف صاحب البرنوس هذا؟ قال له نعرفه. قال له انت هو؟ قال له انت اللي كنت على اليمنى في الصف الاول؟ قال له انا سمعتك بودني ما قال لي حتى واحد. وفعلا وداوه للحبس وتعذب وتمرت غير على هذيك الكلمه اللي قالها بس تشوفوا فرنسا ما كانتش يعني ما جلستش 130 سنة بالنعاس كانت تخطط لنا التخطيط تاع جهنمي تشوف تتصوروا.
لما ردتنا احنا مخرفين ومشركين وراه داخلين في الشراب نهار الجمعة. قولوا لي بربكم ربي سبحانه غير على ناس كيما هادو. احنا يا خلوا قضية حسابية كما قلت لكم، خلوا احنا صريحين وعقلاء. لما يلتقى كتابي، يعني راجل عنده كتاب يهودي ولا نصراني، ويلتقى واحد مشرك، شكون مليح عند ربي؟ قولوا. يعطيكم الصحة، الحمد لله اللي فهمتوها. الكتابي ربي سبحانه جعل له نصوص في القرآن ومعاهدات غير معاهدات المشركين. أما المشركين لا ذم لهم، وين نلقاهم نقتلهم إلا أن يتوبوا إلى الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. كي يتوبوا ويقيموا الصلاة كما احنا خاوتنا، أما مادام ما زالوا مشركين السيف لهم. احنا ربي سبحانه رمانا قارك مشركين، روحوا خلوا النصارى يحكموا فيكم ويقودوكم كما بغي. ربي سبحانه يقول في القرآن: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. واش نهي الآيات؟ ايش معنى الآيات؟ قال ربي سبحانه: انا ما ندير لكم شعبر وما ندير لكم حساب ولا ندير لكم وزن لولا دعاؤكم، يعني لولا توحيدكم ولولا عبادتكم. هكذا فسرها سيدنا العلماء جزاهم الله. قال ربي سبحانه: انا والله ما ندير لكم حساب وروح الا اذا عبدتوني حق عبادتي ووحدتوني حق توحيدي ندير لكم حساب تصبحوا من عبادي. اما ما تعبدونيش وكما راكم تعبدوا في القبوب وفي الشجره وفي الحجره وفي سيادكم كل موسم يوم العام 12 دايره الموسم عند القبور، اليوم سيدي عكاشة وغدوة سيدي مبارك واليوم سيدي محمد تاع الجبل وغدوة تاع في الكور وهكذا ورايحه. العام 12 الدور غير في المواسم والبندير. واش كاين اللي يصلي يصلي هذيك الصلاه كي يعثر في السجادات ولا سيدي مبارك؟ من هذا ربي سبحانه قال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا توحيدكم ولولا عبادتكم انا ما ندير لكم حساب. وفعلا ما كانش داير لنا حساب. لما ربي سبحانه اذن وجات نخبه من العلماء جزاهم الله خير وبينوا التوحيد وبينوه للناس وخرجت الناس توحد ربي سبحانه، واللي كان عنده اعلام نتاع الشيطان كسره. جد هذا رحمه الله خرج الاعلام وحرقه وقال لهم انا بريء منكم. حج سنة 32 معروف من الحراش ورد له كامل معروفة بن طلحة، هذا هو جدهم. حرق الإعلام وقال لهم: يا ناس اللي يعرفني أنا الشيخ الحاج بوعلام بن طلحة راه يعرفني، راني باري من المرابطين وباري من السنجاق من الإعلام هذا وباري من الزرادي ومن الوعادي وكل شيء. لا إله إلا محمد رسول الله، أنا أصبحت موحد نعبد ربي وحده ولا شريك له. وجاب زهدارة تاع النار ودخل فيها الإعلام هذا اللي كان يخرجوه هو مولاد أحمد يخرجوه راح الحراش ونستبع فيه. حرق هذاك العلامات قال لهم خلاص تبت لله وتاب واصبح ملازم للشيخ طيب العقبي. والشيخ طيب العقبي رحمه الله ما كانش يشرب حليب البقر الا من المزرعه نتاع هذ الناس هذو جزاهم الله خير، ربنا يبارك فيهم ان شاء الله. اذا نرجع للتاريخ كيفاش فرنسا كانت تخطط لنا. تعاون المرابطين وتعاون اصحاب الزرادي وتعاون اصحاب الوعادي وتعاون كل صاحب بدعه وصاحب فكره إلا الإنسان اللي بغى يقيم حد من حدود الله ولا بغى يفهم دينه صحيح يعرقلوها. أنا فرنسا كانت جاهلة. كثيرين من الناس يا إخواني الكرام ديروا في بالكم، كثيرين من الناس يقول لك الكفار فاتونا داروا الصاروخ وداروا الطنوبيلات وداروا كذا وكذا، فاتونا في كلش. نقول لكم فاش فاتونا الكفار، هذه ما تصوروهاش، وعندي يعني دليل قاطع لها فاش فاتونا. فاتونا حتى في ديننا، في الدين تاعنا اللي رانا نقراوه الشريعة تاعنا. أنا أقول لك والله يا إخواني وأنا أقول على علم، لو تجمع العلماء تاع المسلمين، ماشي العلماء يعني غير الإنسان يحفظ القرآن، العلماء اللي الآن يعني علماء كبار تقراوا بكري أو دكاترة شرعيين كبار ثاني خرجوا كتب مؤلفة، تجمعهم بجهة وتحسبهم وتجيب العلماء تاع الكفرة من روس حتى الأمريكان، علماء في الشريعة الإسلامية اللي يسموهم المستشرقين، يجلس معاك يتكلم معاك بالعربية وفي قرآنك ويغرقك، وتجمعهم بجيه تلقى وين يبانوا التوعنا مع التوحم. الآن في الدول الغربية كلها يا إخواني الكرام انتبهوا، أنا ننبه الشبيبة اللي راهي تقرأ باش يعرفوا ماذا يدار حولنا.
واش راهم يخططوا للإسلام هذا باش يهلكوه، ولكن ربي سبحانه ما يمكنهمش إن شاء الله. الآن في الدول الغربية كلها وبما في ذلك أمريكا وروسيا أكاديميات خاصة لتدريس الشريعة الإسلامية وللتخصص في الشريعة الإسلامية. أي دولة عربية عندها غير معهد برك باش تدرس، يعني ماشي يعني تدريس هذا الشهادة باش ما نروحوش بعيد. هذا الأكاديمية هذه يعني هذه علماء كبار جالسين يدرسوا غير في الشريعة الإسلام، هذا كيفاش نديروا له كيفاش كذا وجالسين. واللي يبغي يبحث أنا نعطي له غير مثال برك، تسمعوا للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث، تسمعوا به كتاب راه يتباع في السوق، تباع بكري وتباع لدرجة في مصر تباع حتى ب160,000 في 7 مجلدات. تسمعوا به ولا ما تسمعوش؟ الشباب اللي يقرأ للأسف الشديد ولا واحد قال لك يقرأ. هذا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث فيه 7 مجلدات، 7 كتب. شكون ألفوا؟ شكون خرجوا لبرا؟ ألفوه مستشرقون، ألفوه كفار. واللي بغى يبحث عليه في المكتبة ينقل للصفحات الأخيرة، يقلب الصفحات الأخيرة ويشوف واش كاتبين ثم بالفرنساوية، ويشوف كم أكاديمية ساعدت فيه. 12 أكاديمية، الهولندية، السويدية، الفرنسية، الإنجليزية، الأمريكية، اليونسكو، الإيطالية، روما. باش ليش حبهم في الإسلام؟ باش يعرفوا هاد المسلمين وراهم صادين. عندهم فاتونا في كل شيء حتى في ديننا. والله يا إخواني المنجع الوحيد اللي ينجينا هو نرجع لربي سبحانه. أما والله غلبونا بالسيارات وغلبونا بالطائرات وغلبونا بالصواريخ وغلبونا حتى عندهم الشيوخ أكثر من الشيوخ تاع مكة. أي نعم، عندهم علماء عظام كبار أكثر من اللي صنعوا الصواريخ، وعندهم قيمة أكثر من اللي صنعوا الصواريخ. شفت كيف؟ الواحد منهم يعني عجب، ما تشوفوش حتى في السوق، باش تشوفوا بعينك ما تشوفوش، ممنوع، بيته ما تعرفهاش، مخبي. هذو أصحاب الأكاديميات اللي جالسين في الأكاديميات بتاع البحوث الإسلامية، وعندهم مكتبات والله ما نكسبوها. شفت كيف؟ الآن لو بغيت تبحث عن الكتب الإسلامية التي ألفت في القرون الأولى وين تلقاها؟ تلقاها في هولندا، ولا تلقاها في فرنسا، ولا تلقاها في البيت الأبيض في مكتبة الكونغرس، ولا تلقاها في سمرقند في روسيا وهكذا. وش الدهل تم؟ وش الدهل تم؟ في فرنسا يا إخواني راح واحد ثقة أخ إخواننا يدير الدكتورة وباحث ودى وثائق صحيحة، وراح لفرنسا قال لهم هنا عندكم في المكتبة الوطنية في باريس عندكم وثائق تلحق إلى العهد النبوي. قالوا له عندنا. واش عندهم؟ تصدقوا عندهم الرسائل اللي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم القيصر والكسرى وللنجاشي ملك الحبشة وللمقوقس عظيم القبط وهكذا. رسائل في جلد الغزال، جلد أحمر ولا أبيض ولا ما تجيش تعرف شكله، وموجودة عندهم مخبية في الجامعة في المكتبة الوطنية في باريس وفي جامعة السوربون. قالوا له عندنا الوثائق اللي كان يكتبها النبي تاعكم الملوك العرب والملوك العجم. قال لهم تخلوني نشوفها. قال لهم ممنوع، ممنوع تشوفها. قال لهم أنا باحث وهذه الجامعة عطتني ورقة وكذا كذا. قالوا له لا، لأنهم يعاونوا البحاث، ولكن قالوا له لا، ما دام انك باحث وتبحث وكذا ولهيه اجلس مكانك ونجيبوا لك الصور تاعها كما تقولوا انتم الفوتوكوبي تاعها. واش اداها هذيك الرقعه اللي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم للمقوقس، ولا كتبها للنجاشي، ولا كتبها القيصر عظيم الروم؟ واش اداها لفرنسا؟ واش لحقها؟ وما عرفوها، احنا ما عرفنا لهاش، لأن واحد الوقت داروا المستشرقين بدأوا يطوفوا على الدشور. برايل هذا عدو الله أحد كبار الأغنياء في العالم، أحد كبار النشار في العالم اللي ينشر الكتب. برايل
اللي يقول لك يتعلم بطريقة برايل هو اللي دارها. هذا عنده أكبر مكتبة في العالم، منين جابها؟ يدور من موريتانيا صحراء الجزائر صحراء المغرب للسينيغال للحجاز، وين راح يدور ويلقى كتب قيمة يشريها مكتوبة باليد مخطوطات باليد. في ذاك الوقت العربي واش يعرف؟ جاهل، ما نعرف والو، خرجت فرنسا وكانت فرنسا ما نفهم والو. للآن ما زلنا هكذا، إلا أن يشاء الله إذا رجعنا لله تبارك وتعالى يرفع علينا الأمية ويرفع علينا الجهل ويرفع علينا الذل، يشريها ويجيبها وكذا ويجمعها حتى ولينا حنا ضركة نروحوا ليهم الهولندا بالفلوس ونركبوا بالطائرات وكذا ونتعبوا ونروحوا ليهم ونديروا معروض ونعطوا الدولارات باش يعطونا الكتاب. أنا ما نزغش بنفسي، أنا عبد بسيط ما زلت نقرأ. الكتاب التاعي اللي جبته باش درت به الدكتوراه والله لا جبته من ألمانيا، من ألمانيا الغربية $85. وش ده الألمانيا؟ كتاب ألف والإمام الطحاوي رحمه الله في القرن الثالث الهجري في مصر، ألف في القرن الثالث الهجري يعني بعد ما كانوا تابع التابعين. وش لحقوا الألمان؟ فكر انت يا وانا وما تلقاش الحل كامل. لذلك يا إخواني الكرام، إلا بغينا العزة نرجع لربي سبحانه، أراه من غير الرجوع لله والله لا عزة. وراي لا بغينا نشوفه رانا جربنا. كم دولة راحت مع الرأسمالية شحال، وكم دولة راحت مع الشيوعية شحال، وكم دولة راحت مع الاشتراكية كما قالوا المعتدلة انت سيدنا عمر، حاشا لله سيدنا عمر دار اشتراكية، أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه دار اشتراكية، حاشا لله كاش دولة منهم نجحت. لذلك يا إخواني الكرام، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث واحد يكفينا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث من أعظم الأحاديث وهو الحديث نتاع العصر الحالي اللي رانا فيه، لو كان نخدموا به نسلكم. يقول هذا الحديث، هذا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. هذه تسمعوها، كنا نسمعوها، ولكن فيه تتمة تاع الأحاديث، فيه تتمة، يعني فيه زيادة صحيحة والرسول قالها صلى الله عليه وسلم. قال يعني خليت فيكم واحد الشيء، إلا شديتوا فيه وعضيتوا عليه بالنواذج ما تضلوش ما تضيعوش أبدا، تبقوا كل يوم في طريق المستقبل. واشنهم هذا الشيء؟ هذا اللي شديناه مشي كبير، رح نجيبه من الخارج معانا، عايش معانا، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كمل الرسول كلامه ما كملوش، أروح تشوفوا تتمة الحديث كي دايره. قال فإذا تركتمهما، يا أخواني الكرام تشوفوا هذا العظمة انت على الراجل، هذا العظمة انت على الرسول صلى الله عليه وسلم على 14 قرن يحدثنا وشرانا في الوقت اللي رانا جالس فيه على نهار اليوم وغدوة وغير غدوة إلا أن نرجع إلى الله. قال فإذا تركتمهما، إذا تركتم الكتاب والسنة، سلط الله تعالى عليكم ذلا لن يرفعه عنكم إلا بالرجوع إليهم. قال إذا تركتوهم ربي سلط عليكم ذل، ما يرفعوش عليكم، يبقى ذل مضروب عليكم كما تضرب الخيمة على أصحابها، كما راه مضروب هذا البنيان علينا، راه داير بنا من جميع الجهات، راه ربي سلط عليكم ذل ما يرفعوش عليكم هذا الذل هذا حتى ترجعوا للكتاب والسنة. خلينا صراحة الآن، رانا عزاز ولا ذلال بربكم؟ قولوا بالنسبة للدول، ولا كيرانا لابسين هاي لوب ومانيش عارف وكذا وشوشة ومانيش عارف، هذه العزة كي نمسوا لي بوط بتاعهم ونمشوا بالبيام بتاعهم، وكما يجيبوا لناش هذه كواتمها باش نديروها فيها، كيفاش تمشي هذه؟ كيفاش كل نهار نروحوا نجيبوا البياسة هذيك والقطعة هذيك باش نرقعوها؟ كيفاش حنا عزاز؟ لو كان يحبسوا البواخر تاعهم من المرسى وتحبس الطائرات من المطار، نبقاو قاعدين نخزروا، نروحوا للبحر نشربوها. حتى بلادنا ولا ما تنتج، ما كان اللي يفلح ولا اللي بحر، كامل الشباب قاتلك تكنولوجيا
بين هما رجعوا الفلاحة هما ولو الفلاحة يدرسوها بالتكنولوجيا ولو الأرض يضربوا لها البرا. احنا مازال البرا ما نضربوهاش حتى البني آدم الأولادنا يقول لك توكل على الله خليه راه اللي الموت بيد الله. كيف الموت بيد الله؟ صح ولكن الأسباب احنا مطالبين بها. إذا واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال إلا بغيت العزة، لأن ربي سبحانه واش قال في القرآن؟ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. يعني لما تكونوا مؤمنين تكونوا عزاز، ما تكونوش مؤمنين والله ما تنعزوا. ولا بغيتوا تجيبوا عكازة من الروس ولا عكازة من الماريكان. بغيتوا الدين الإسلامي، الدين الإسلامي شباب، شاب واقف وحده ما يحتاجش عكازة. ما نجيبوا لا عكازة الشرق ولا عكازة الغرب، يوقف وحده صحيح. كما مشى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة كما يمشي الآن. شفت كيف؟ يقول الكتاب والسنة إذا حافظتم عليهم وشديتهم راكم ما تضلوش وما تضيعوش، وإذا تركتموه تركتموهما، إذا بعدتوا عليهم وخليتوهم واتخذتهم ظهريا واتخذتم مبادئ أخرى يسلط عليكم ربي ذل ما يرفعوش عليكم حتى ترجعوا ليهم. وإحنا واش رانا نقولوا؟ مثال الدول الإسلامية كلها والعربية، والله ما مثالها إلا كمثلي من يبتغي الولد من البغلة. قولوا لي بربكم معنا طب هنا يا البغلة يجي نهار لي تولد، تولد أسيدي لا تولد نشوف ولدك يطلع مع عقيم كتب لها ربي العقم تبقى عقيم إلى يوم القيامة. هكذاك احنا عصارنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا بغيتوا العزة روحوا للكتاب والسنة. احنا نقولوا لا بلا كتاب ولا سنة ولكن نطلعوا كيفاش نديروا؟ خارج والمرأة تخدم، خرجناها تخدم، خرجتها مصر عندها الآن 30 سنة مصر وهي تخدم فيها، طلعت مصر والله تدخل بشهر شهر الأخر اللي جيت تلقى الشهر الأخر أكثر من الأخر مصيبة أكثر من الأخرى راحت جيت. شفت كيف؟ ماشي قضيتنا في المرأة تخدم ولا ما تخدمش، قضيتنا في الكتاب والسنة نشدوا فيهم، هما اللي يرفعونا هذا الشيء هذا، هما اللي يرفعوا علينا الذل اللي راهم الأمم راهي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. والله العظيم أنت عاد الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان يزداد حب له ويزداد تعظيم له لما يقرأ أحاديثه ويشوف ربي سبحانه افتح له باب الغيب عرف وش كاين. قال يجي واحد الوقت اللي الأمم تتعايط عليكم يداروا بكم يبداو يتعايطوا واروحوا خبز المسلمين ضعفوا روحوا تاكلوا، وداروها كل بلاد كل دولة دات قردة. ولو كان مش ربي نصرنا بالإسلام ما زاد فرنسا هنا وما زاد فرنسا في الشرق الأوسط كله. شفت كيف؟ ألا أقول إنجلترا في الشرق الأوسط كله. إذن وين خلينا الكلام؟ يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. يجي واحد النهار يتعايط عليكم الأمم الكافرة كما يتعايطوا أصحاب الزردة على الزردة يقولوا خابزة عند فلان راه داير ثلاث أيام ما كاش بالمناسبة احنا ما كاش ثلاث أيام هذه، وإنما اجتمعنا نوعظوا بعضنا بعض لأن احنا بحاجة نوروا لبعضنا بعض اليوم وغدوة وغير غدوة بلا ثلاث أيام بلا ربع يوم بلا سبع بلا أسبوع، لأن المصيبة عظمى والطامة بلية وشي كبير والطوفان جيدها من لذلك خصنا نوروا لبعضنا بعض ونوعظوا بعضنا بعض ونفهموا بعضنا بعض لأن الشراء كبير ما هو سهل. احنا اجتمعنا باش نفهموا بعضنا بعض ونتعاونوا، ما اجتمعنا لا على ثلاث ايام ولا على اسبوع ولا على 40 يوم. يقول يجي واحد النهار للامم تتداعى عليكم يتعايطوا عليكم ارواح المسلمين راهم ضعفوا روحوا تاكلهم، ارواح المسلمين راه خلاو كتابهم اللي هو مصدر عقيدتهم ومصدر قوتهم ومصدر تآلفهم راهم خلاوه وخلاو سنة النبي تاعهم خلاوها. شفت كيف؟ أرواحوا ليهم أرواحوا تلموا كي الشبكة هذيك تاع السمك لما السمك يخرج أرواح لم بالشبكة ورفت. قالوا له يا رسول الله الصحابة والحمد لله اللي ربي سبحانه كرمنا بصحابة كان لهم لسان سؤول كانوا يسألوا على استفدنا احنا يا. ولكن ماذا نقول؟
لا نقول إلا اللهم أهلك من يلعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يهلك الشيعة الذين يلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا العلم متواترا ونقلوا إلينا النور متواترا، لازلنا نسمع عن بعض الطغمة الشريرة مثل الشيعة جماعة الخميني يلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإننا نبغضهم في الله. كل شيعي يلعن الرسول صلى الله عليه وسلم وينعل الصحابة وينعل عائشة وينعل حفصة فإنا ننعله ونجعل النعنة عليه، فعليه نعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا أن يتوب إلى الله. لذلك كرمنا ربي بصحابة الرسول اللي كان ربي سبحانه كرمهم بلسان سؤول، كانوا يسألوا سيدنا احنا يعني. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يا رسول الله؟ علاش لما الأمم هذه تتعايط علينا نكونوا احنا قلال؟ ما نكونوا قلال ولا كيفاش نكونوا؟ معلومة ما يتعايطوا علينا ما نكونوا كميشة. قال لهم لا، تكونون كثير تكونوا بزاف، ولكن غثاء كغثاء السيل مع عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. تكونوا كي تخش تعلوين يفرح، تخش تعلوين لما تشوف الواد جايب الزبد وجايب التخش وجايب تفرح، لما يعود جايب الشجر والحطب وكذا كي يروحوا الواد تجي تلاقي من الحطب تدي تطيب به كما كانوا بكري ماضر ماني عارف. تخش الواد تاع الواد تفرح له يفرح له حد هكذاك مثلنا الرسول صلى الله عليه وسلم. غثاء كغثاء السيل، تكونوا كثير تكونوا أمم ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من قلوب أعدائكم المخافة منكم. ورب سبحانه ينحي مقلوب العديان المخافة منا ولو ما يخافوناش. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم فيه هو وفي جيش الكريم وفي جيش الصحابة الكريم مسافة شهر، وفي رواية مسافة شهرين العدو يخافوا. ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وفي رواية أخرى نصرت بالرعب مسيرة شهرين. واش معنى نصرت بالرعب؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يسجن في الجيش تاعو وينظم ويخطط، والعدو على شهر ولا على شهرين راه يرجع هاو جايني مازال ما لحقش. وهذه تبقى خاصية في الجيش الإسلامي الصحيح إن شاء الله يتكون بإذن الله، لأن اليهود راهي جاية دالتهم بإذن الله، والرومان اللي هما روما والمسيحيين كلهم راهي جاية دالتهم ما تخافوش، لأن الجيل الإسلامي راهي يتكون. وين طال الزمن ما يهمناش، احنا لا نستعجل الزمن، مادام رانا نخدموا مع ربي نخدموا نتقنوا الخدمة برك، نتقنوا ديننا ونتقنوا إسلامنا وما نستعجلوش الزمن. ماشي كيما بعض الدعاة يجلس ولا كذا ويزيد بحال الكمون زرع ينبت، هذيك فيها في الخدمة تبغي تزرب زرب على روحك. أما الدعوة أما البناء الإسلامي يزم نبنوه على ركائز صحيحة، والرب والجيل تربية قوية عالية تكون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعدنا باللي غادي تكون بيننا وبين اليهود حرب ضروس لا تبقي ولا تذر، راهي جاية. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم في كل مكان، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله. إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود، غير واحد الشجرة تاع اليهود ما تتكلمش تسكت تنيف على ابن عمها. واش تنادي الشجرة والحجرة تقول يا مسلم يا عبد الله؟ إذا لما يتوفر فينا الإسلام وتتوفر فينا العبودية لله هناك لا بقاء لليهود. لما نكون عباد الله صحاح ونكون مسلمين صحاح ما بقوش اليهود، نبيدوهم عن بكرة أبيهم وأمهم. والنصارى اللي راهم عندهم فاتيكان وعندهم روما وراهم يسلوا المسيحية حتى لآخر إفريقيا وراهم دخلوا مصيبتنا ثاني، دخلوا معنا الآن ولو ينصروننا في الجزائريين وفي خاوتنا المؤمنين يهربوهم من الجوامع ويدوهم باسم الفاصمة وباسم مانيش عارف ويداويه منا ويضرب له تشكه منا ويديه يردوا مسيحي. حتى ذيك النهار داروا إحصائية في الجريدة الجزائرية على أنها الجزائر بلغت فيها 70,000 مسيحي. وين كانوا هذو؟ وين كانوا 70,000 مسيحي؟ البارح استقلت الجزائر ما كانوش فيها 10,000 مسيحي، اليوم ولا 70,000 مسيحي. رام يخدموا يا إخواني،
راهم يخططوا، راهم يقول لك احنا مبشرون وهم بالحقيقة منفرون، لين يخرجوا الناس من الجنة ويرموهم في النار. والمسيحيون اتفقوا على يد زويمر اللي هو عدو الله الأكبر، اللي يسموه شيخ المبشرين وهو شيخ المنفرين. لما اجتمع معهم في مؤتمر القدس سنة 1887 هكذا، وناضوا كل واحد من الرهبان يعطي رأيه، يقول المسلمين هذا درنا ودرنا ودرنا وفعلنا، ولكن ارفد هو الكلام كما رفض اسمه هذا وقال لما الصبر. كل واحد منكم راه تعلل بتعاليل ما عنده حتى معنى. قال لما انا قلت لكم انتم جيبوا المسلم، جيبوا من الجامع وجيبوه الكليسية، هكذا قلت لكم انا. قال لهم هذا الشي سعدات، ولا جبناه من الجامع وحطيناه في الكليسية هنيئا له. انا اريدكم ان تخرجوا المسلمين من مساجدهم وترمونهم في الشوارع. وفعلا رامي خلق داروا لهم اللهو، داروا لهم الكورة، وداروا لهم كذا، وداروا لهم الفكير، وخرجوهم من الجوامع، وداروا لهم الغيطة والزرنجية، وداروا لهم كل فكرة داروها لهم، وخرجوهم من الجوامع ورموهم في الشارع. لا خرج، لا راح للكنيسة ولا جلس في المسجد. رامي خططون هؤلاء كذلك. لما الله تبارك وتعالى يأذن ويجي الجيل الإسلامي إن شاء الله ربي سبحانه يقوينا حتى ندركوه، وإلا ما دركناش الرب وولادنا عليه راه جاي. لأن خصكم تعرفوا أنا كنت أتكلم معكم كلام كما هذا، أنا ما قريتش في جريدة المجاهد لا جريدة الشعب، ولا قريت في جريدة تاع المدينة ولا عكاظ. قال الجرائد هكذا وهكذا، صدق وكذب. هذا كلام خصكم تعرفوا، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال باللي يجي الوقت اللي تهلكوا اليهود ما يبقى حتى يهودي، لما تصبح عندكم دولة إسلامية قائمة بذاتها إن شاء الله. ويجي كذلك النهار اللي تهلكوا النصارى المسيحيين، لا تقوم الساعة حتى يفتح المسلمون روميا. روما الفاتيكان اللي راه يوزع المسيحية للعالم نفتحوه بإذن الله، وفوق هذيك بيك بن التحم نعنوا الله أكبر إن شاء الله. إذا ما لحقناش احنا يا رب ولدنا على هذا الشيء، هذا نربوهم على الجهاد الإسلامي، ونربوهم على التربية الإسلامية، ونربوهم العقيدة الصحيحة اللي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام. وحمر معارفين، لأن هذا المعجم المفارس اللي قلت لكم داروه هما، أنا لما نعود نقرأ فيه نتعجب وكيفاش الحديث يضربهم هما ويكتبوه. كيفاش هالشيء الحديث يضربهم هما، موش في صالحهم. على ما داروش عليه خط نحاوه، لا خلاوه. يقول لك البحث العلمي يقتضي هذا، الأمانة العلمية تقتضي حديث علينا ولنا أو علينا خليه في الكتاب. لما تعود تقرا في الكتاب هذا تعجب، تقول كيفاش هذه الاحاديث تلعن اليهود وتلعن النصارى وتلعن المسيحيين، وتقول غادي تكون حرب اسلاميه عليهم وهما يكتبوها ويرسلوها لنا. ويقول هاي والله يلا اقراوا يا مسلمين، يلا عندكم حديث يقول بلي غادي تهلكوا اليهود وغادي تهلكوا النصارى، يا غير نوضوا برك. عارفين واش راهم يديروا لنا؟ يعطي لك كتاب هذا تاع واسمه، ولكن يرسل لك من جهه اللي من افلام بواخر تاع الافلام مليانه بالبورنو وبالبلاء وبالفساد وبالمصائب، ويرسل لك هذه اللي راهم داروها هذه من ذله الشيطان، هذه اللي راه شراوها كثير من الناس وداروها فوق، داروها فوق بيوتهم، ويرسلها لك ويبيعها لك بثمانين بخس وكذا، وتولي تستعين على فسق البلاد، فسق الداخل بفسق الخارج، يولي يشوف القماش تاع هنا والقماش تاع برا، والعياذ بالله. راهم عارفين بلي ما نوضوش، عارفين باللي راهم مخططين ومسلسلين واحد السلسلة تاع الصح. الا ان ياذن الله، لما ياذن ربي سبحانه تطلع شبيبه ان شاء الله في هذا الجيل اللي راه طلع باذن الله، ان شاء الله يولي لا يؤمن الا بالله واليوم الاخر، ويقرا البروتوكولات نتاع الصهاينه اللي دايرينها كيفاش يخططوا للعالم ومن جملتهم المسلمون، ويقراوها يولي ما يامن لا بكره القدم ولا يامن بالبارابوليك ولا يامن بكذا ولا يامن بكذا، يولي يامن الا بالله تبارك وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم. هذوك اللي خافوهم اليهود، هذوك اللي خافوهم النصارى، فهمت كيف؟ ما يضيعش صلاة العصر في الملعب ولا في القهوة ولا في البحر ولا كذا، ولا يدي بنته للبحر ولا يدي اخته للبحر ولا يقرها على ذلك، فهمت كيف؟ لما يجي جيل مسلم، يا مسلم يا عبد الله، هكذا تقول الشجرة والحجرة، واحد يقول لك كيف الشجرة والحجرة تنطق؟ ماشي شغلك هذاك الشيء. قادر ربي سبحانه اللي اعطى المعجزات للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابه في الجهاد الاسلامي تاعهم الحقيقي، يعطيها للمسلمين المتاخرين في جهادهم الحقيقي. لان الصحابه رضي الله تعالى عنهم صح لهم فضل الصحبه، هذه ما ينالوا حتى واحد، ولكن من ناحيتهم كبشر قادر ربي سبحانه يزيد يكون جيل مسلم بحال الصحابه، الا انهم يتفرقوا ان هذوك شافوا رسول الله وهذوك ما شافوش.
شفت كيف قادر ربي سبحانه؟ والآن نشوف نخبة من الشباب تستطيع تقرى يعيش في عصر السلف الصالح، يعيش في عصر الصحابة أو يعيش في عصر تابعين أو تابع التابعين، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الأمة الإسلامية لم يجعلها عقيمة من الرجال، أمة ولود كل يوم تولد الرجال وتولد الأبطال وتولد المؤمنين. هذه الأمة الإسلامية اللي ولدت الصحابة، ولدت خالد بن الوليد، ولدت عمر الخطاب، ولدت أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وأبي عبيد بن الجراح وأي صحابي ولدته، قادرة زيت تولد جيل إسلامي مؤمن لا يؤمن إلا بالله واليوم الآخر، اللي يحارب اليهود ويحارب النصارى حيث لا بقاء لهم. لذلك يا إخواني احنا نشوف واش قال الحديث هذا، يقول يا مسلم يا عبد الله، واحد يقول أنا عباد الله سيدي، كلنا عباد الله. لا، العبودية راهم هالعلماء اشترطوا فيها شروط وربي اشترط فيها شروط، والعلماء الأجلاء رحمهم الله الذين كانوا فتح الله عليهم، شيخ الإسلام ابن تيمية كتب فيها كتاب، هذه العبودية اللي تقرأها أنت في 4 سطور 5 كلمات اكتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب فيها كتاب العبودية. شيخ الإسلام ابن تيمية كتب فيها كتاب، هذه العبودية اللي تقرأها أنت في 4 سطور 5 كلمات اكتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب فيها كتاب العبودية، كتاب كامل يفسر لك العبودية وش لها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر، تعيس معنى السجود ماشي معنى الله أكبر ونتجه قال فلان راه يعبدها ويعبد ربي ولا راه يعبد صلاة، لا، العبادة معنتها تعلق القلب، إلا تعلق قلبك بربي سبحانه راك تعبده، تعلق بالدينار والأذن يأذنه هو راه يحلق جر راه يحسب راه يعبد في الدينار والدرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قلتش أنا، قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدينار، زنادقة ما فيهم خير هو جالس معهم قال لك يعبد يصلي وقلبك ما ينحرقش على الشيء اللي راهم يديروه. قال ماذا ذكر ربي سبحانه؟ قال عمره ما حرق قلبه عليا، قاعد كيما هما كيما هو ولا شيء، يلزم قلوبنا تحرق على الشيء اللي راه وقع باش يكونوا مؤمنين، باش ربي سبحانه يجازينا على هالشيء. كيف ربي يتسب وتجالس؟ اقل شيء قال ما سمعتش تروح، قال ما سمعتش، لا اله الا الله محمد رسول الله ما سمعتش. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، اللي شاف منكم منكر يوسي بيده يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما حتى بقلوبنا ما يجوش إنسان يهرب يقول أعوذ بالله إن هذا منكر ويروح ويخليه، يسبوا في ربي ويشطحوا ويسبوا في الدين وكذا، وانت قاعد معهم تقول فريق وطني ولا فريق كذا، هذا لا يعقل. هذا يكون عندك غير على دينك غير على ربك، إلا ما عدناش غير على ربي سبحانه ما فينا خير. لذلك الصحابة الكرام رضي الله تعالى باش عزهم ربي عزهم بالغيرة تاعهم اللي كانوا يغيروا على ربي سبحانه، ولو كانوا نقول لكم ماشي كانوا يغيروا غير على ربي، كانوا تتعجبوا كيفاش كانوا يغيروا على الله تبارك وتعالى وعلى الرب. مثالوا العدو الله اللي هو رئيس المنافقين، لما مر وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس وبدأ يوعظ فيهم بالقرآن، والمجلس هذا كان فيه أنصار وكان فيه أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان فيه عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه اللي هو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. لما كمل الموعظة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أبي بن سلول عدو الله رئيس المنافقين، قال له يا هذا والله لا أحسن مما قلت، والله ما كاش حاجة خير من الشيء اللي قلته، كلام زين، ولكن أجلس مجلسك فإن كان بنا إليك حاجة نأتيك، وإلا فلا تغشى مجالسنا فتؤذينا بريح حمارك. قال له شوف، كلام اللي قلته زين، لأن هذا كان رئيس منافقين، كلام اللي قلته زين يا محمد، ولكن أحسن لك تقعد في دارك ولا في المسجد بتاعك، لا احتجنا نسمعوا منك، رانا نجوليك، ما احتجنا شيء، ما تجيش لنا انت يا وتصدم علينا بالحمار تاعك وتفوح علينا البقعة بالحمار تاعك، حمار تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. واش قال له؟ شوفوا يا اخواني الكرام، والله تعجبوا هذا الصحابة باش عزهم ربي، والله ما غارش على رسول الله، غار على الحمار تاع رسول الله، فهمت كيف؟ غار على الحمار تاع رسول الله. قال له اي عدو الله؟
قال له والذي نفسي بيده لريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من مسكك يا عدو الله. قال له الريح نتاع الحمار تاع الرسول خير من المسك اللي ديروا في دارك مع مرتك. زيد حضرك الموت شوف. وناضت المسلمين ناضوا والمنافقين ناضوا وناض الرسول صلى الله عليه وسلم يهدن في الوضع. على من غار هذا الصحابي هذا؟ اما لو كان قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته هو ما ادري واش كان يدير له، ولكن غار على الحمار تاع الرسول صلى الله عليه وسلم باش تشوفوا هذ الناس هذو ماشي نصرهم ربي ببلاش، نصرهم ربي بالغيره تاعهم للاسلام ودين الاسلام وكل ما يتعلق بالاسلام. وثبت كذلك في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده ناقه تسمى الناقه القصوى وكانت ناقه لا تسبق. كانت عنده واحد الناقه حتى واحد ما ينجم يفوتها، ناقه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها القصوى، وهذا الحمار هذا اسمه عفير. الناس الصحابه رضي الله تعالى عنهم دار الاسامي تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ودارها ابن القيم في زاد المعاد، الكتاب هذا اسمه زاد المعاد، كل حاجه حتى الماعون تاع الرسول كان بالاسم تاعه وكل حاجه باسمه. شوفوا يا اخوان الله يرضى عليكم، يقول لكم خوكم راه واحد عنده مرسيدس زرقاء سياره زرقاء، يعني يجيب المفاتح باش يحركوها مكانها ويخلوا الناس تروح. الله يرضى عليك، شكون صاحب هذه السياره؟ انا المفاتح راه اعطي له المفاتح ويجي يسمعها لك. اذا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده ناقه تسمى الناقه القصوى وكانت ناقه لا تسبق، ما يجي حتى واحد يفوتها. فجاء أعرابي على قعود له، جاء واحد العربي من البادية على واحد الناقة قعود صحيحة، فسبقها. جاء واحد العربي من برا من البادية بواحد الناقة صحيحة، سبق الرسول صلى الله عليه وسلم بالناقة تاعو فاتو. وهذا السباق اللي مطلوب شرعا، لان هذه تهيئة للجهاد الاسلامي، ماهوش السباق اللي كان بكري في الخروبات الدول للمونتي كارلو ولا ما فوراه. انت خيول الشيطان اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، الخيل ثلاث باش تعرفوا، الخيل ثلاث، خيل للرحمن وخيل للشيطان وخيل لصاحبها. الخيل فصلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفصلها الى ثلاث اقسام، قال كاين خيل الرحمن وخيل الشيطان وخيل تاع صاحبها. خيل الرحمن وجنا هي الخيل التي يركب عليها للجهاد في سبيل الله، اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. هنا لصق لها الخيل، الخيل تاع الجهاد. وخيل الشيطان هي خيل الرهان اللي يحبسوها يقرسوها ويعلفوها ويضربوا لها الشتا ويكلوا لها التفاح، شفت كيف؟ ويضربوا لها الابره ويديروا لها الموكيت خير من هذا تقعد عليه وتنام عليه، فهمت كيف؟ باش يجروا بها. هذه سماها الرسول صلى الله عليه وسلم خيل الشيطان. وخيل لصاحبها، واحد عنده خيل يجريها ويوكلها ويشربها ويخدم بها ويحرك بها. إذن الخيل ثلاثة مش أربعة ولا عشرة، خيل الرحمن هي خيل الجهاد، وخيل الشيطان هي خيل التيرسي وغيره، وخيل تاع صاحبها إنسان عنده خيل يخدم بها يحرك بها يدير بها شغله. إذا نرجعوا، السباق اللي داروه الصحابة وداروا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السباق يراد منه الاستعداد للجهاد، ماهوش العبث يضيعوا الوقت. كاش تضيع الوقت في الإسلام؟ اللي تظن أنت بها تضيع وقت هذيك تربح بها فائدة، اللي تظنها أنت ياكرك تلعب بالنشاب ولا راك تلعب كما يقولوا التير ولا كلها، هذه كلها مطلوبة شرعا، ولا راك تلعب السباحة وين ما كان اللي تسبح فيه اللي ما فيهش كما المصيبة والطامة الكبرى اللي راهم دركا النساء ولا يدوهم للسباحة ولا يدو بناتهم للسباحة ويدو كذا، هذه مصيبة كبرى. هذه راهي حاجة ما تتعالجش يا إخواني، راه الإنسان راه يلعب بالجنة والنار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، معليش خلوني نروح منا ونروح منا، لأن يقولوا كما يقول العلماء الحديث ذو شجون يجبد بعضه بعض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لا يدخل الجنة ديوث، ما يدخلش الجنة ديوث. راح الرسول داره ورجع، القى الصحابة جالسين، قالوا يا رسول الله إنك لأفصح العرب، أنت أفصح العرب، قلت إن كلمة والله ما عرفناها، وشنو الديوث؟ قال لهم وشنو؟ قال لهم الذي يقر الخبث في أهله.
اللي يرضى بالخبز فمالي هذاك هو الديوث. المرأة ربي سبحانه دعا لها حجاب شرعي من ساسها لراسها، حشمة لها وللمؤمنين، وستر بيرها وبين ربي سبحانه. نحات وراحت لطرف البحر وداها أخوها ولا داها باباها وقال لك باباها حاج ولا ما حاجة ويروح للجمعة ولا عش يضيع وقته مسكين. يا براب علاجيه، لأن كما قال العلماء الإسلام كل وحدة متكاملة، خذوه كله أو دعوه كله. الإسلام وحدة متكاملة، ما تبداش تنقي لي حجاب هذا واعر ما كان له، هذه الصلاة ما عليش نصلوا، الزكاة هذه واعرة فيها الدراهم يخرجوا، وهكذا. الإسلام وحدة متكاملة، أرفدوها كامل ولا خلوها كامل، قطع وراح ولا مصحاب البحر ولا يدي مرته البحر يروح كان بورتو ولا جرمان ما يمناش فيه. مسلم استجبت الرب سبحانه واستجب للقرآن كله، راه عندك آية في القرآن تقول لك ما تعريش مرتك. الحمام يا إخواني الكرام بل ما نروحوا البحر، الحمام علاش الرسول صلى الله عليه وسلم منعه؟ لأن المرأة تتعري فيه. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ونزيدوا باش نفهموا بلك النساء وعن رامي يسمعوا، كاين شي حجاج يروحوا يحجوا معهم النساء ونسادوا كيحجوا ويروحوا للمدينة ويبدأوا يسقسوا ويقولوا وين حمام فاطمة الزهرة؟ لا فاطمة وين راه الحمام تاعها؟ يا ناس خافوا الله، فاطمة الزهرة رضي الله تعالى عنها دارت حمام في المدينة، كون ما تخافوش كون ماشي يعني الشيطان يتلاعب بهم. لا يعرف هناك حمام في المدينة، كان حمام طيبة مور المحراب تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان داخل في وراء المحكمة، خلاص الحمد لله دخل في الهدد وتهدم، ولكن عمره ما دخلته مرأة. يكذب اللي قالك شاف مرأة فيه. باش نقولوا للنساء اللي راهم يروحوا للحمام، عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانوا يجوا النساء من برا، يجوا من الشام ولا من العراق يحجوا، يعرجوا عليها يستفادوا منها، سمعوا من عندها العلم الشرعي اللي استقاته من الرسول صلى الله عليه وسلم. دخلوا عليها نساء من العراق، قالت لهم من أين النساء؟ قالوا لها من العراق. قالت لهم لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمام. قالت لهم أنتم وقيل من ذاك الحي اللي نساء تاعو يدخلوا للحمام؟ قالوا لها وبدت احنا من ذيك المكان وندخلوا الحمام. اسمعوا، انا قلت لكم من ذاك اليوم احنا رجال قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله يبقى هو قدوتنا حتى يشفع فينا، والنساء تاعنا الا بغاو يصلحوا ويستصلح امرهم ويدخلوا للجنه، القدوه تاعهم هما نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابه. الا دارتها عائشه ولا دارتها حفصه ولا دارتها ميمونة ولا دارتها زينب ولا دارتها صفية ولا دارتها هند ولا دارتها أم سلمة ولا دارتها أم حبيبة، قال دارتها للرسول عينها مرتي ولا بنتي ولا أختي ديريها، ما دارتهاش ما ديريهاش، لأن هذه النساء هما اللي كانوا المخيرات ويحوصوا غير المخير يخدموه. قالت لهم هما لنتم من النساء اللي يدخلوا الحمام في ديك البقعة في العراق؟ قال لها إيه إحنا هما. قالت لهم اسمعوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا المرأة رفضت نص العلم، هذه المرأة هذه عائشة رضي الله تعالى عنها، العلم اللي يتعلق بالنساء كامل هي جابته رفضته، لولا عائشة ما نعرفوش العلم اللي يتعلق بالنساء، ولي إنسان تستفتيه مرأة ما يعرف يجاوبها، ولكن رحمة ربي أن كرمنا الله تبارك وتعالى بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم. أقل مرأة روات 200، أقل مرأة روات 50 حديث. المرأة الأخرى اللي ما رواش روات 50 حديث، 100 حديث، عائشة رضي الله تعالى عنها روات 500 وحوالي 25 حديث، ما فاتها إلا أبو هريرة هو اللي فاتها. إذن واش قتلهم؟ قتلهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، علشان الحمام، أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. قالت له امرأة سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال، كل امرأة تنحي حوايجها في غير بيت راجلها، وعاد يقول يا سيدي في المستشفى كي يروحوا يولدوا هنا احنا ما درناش على الضرورة،
ندخلوش كما يقولوا شعبان مع رمضان، احنا رانا نقولوا في من باب الفسحة والوسع، والإنسان مهني لباس به قال أوت ومانيش عارف وجهه يسخن الحرارة مرتفعة نروحوا نعوموا. جهنم جهنم أشد حرا، شكون أكثر أوت ولا جويي ولا جهنم؟ يا ناس خافوا الله. قالت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة كل امرأة تقلع حوايجها في غير دار راجلها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. شوف احنا الآن أعطيكم مثال، احنا الآن بيننا وبين الحريم ما أدري راهم موجودين ولا مش موجودين، بيننا وبينهم ستر، لو كانوا العياذ بالله واحد منا وروح يهتك الستر هذا واش نديروا له؟ نقول له أولا وقبل كل شيء خاصك تستأذن تقول يا نسار روحوا للدار وبعدين نحي هذا الشيء، اقلع الستر هذا هدكو نحي. أما هذا المرأة هذه هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، المرأة اللي تنحي حوايجها في غير دار راجلها نحت الستر اللي داروا ربي سبحانه بينها وبينه، ربي سبحانه دار عليها ستر هي نحاته هذا الحمام. لذلك العلماء رضي الله عنهم ورحمهم الله قالوا الحمام هذا لنفرض نجوزوه غير للنفساء والعجوز الكبير والمرأة المريضة، أما الصغيرات الشابات حرام تروح الحمام. يا أخي الحمام راه الصور داير وكذا ولي قال لا، لأن شوفوا يا إخواني الشريعة الإسلامية إذا جبتنا نهي أو أمرتنا بأمر ولم ننتهي ولم نأتمر إلا ونطيح فيما لا يحمد عقبه. أنا أعطيكم مثال، عندنا إحنا حمام جهتنا من ثم النسارة من الداخل يتحموا والطرقة اللي تسموها أنتم الشوديار ماشي خرجون سعرايا هاو يشهد هاو يشهد، خرجون سولة ما خرجوش، واحد راح يجيب يماه هو نفسه هدر هذي قال لي رحت نجيبها قال لي عمري من اللي زدت ما شتشم عريانة في ذاك النار شتها عريانة نحال بالطور ما فيه، لأنه طاح في نقيض الشرع. لأن الشرع لما يقول لك هاو شدير تقول انت لا هاو شندير هاك تحت في وزن، خرجون سهاجين وراحين هاملين عراية والرجال قاعدين في القهوي وقاعدين كذا يا إخواني هذه مصيبة كبرى. لو كان انت رجل ما يهمش، انت رجل ما يهمش، راجل يتغاضى على وسمه، ولكن المرأة كلها عورة لم يستهملها إلا اليدين والكفين والوجه على قول جمهور الفقهاء. أما كاين المؤمنات اللي راه يدير الصباعيات ودير النقاب ودير كل شيء، قالت لك سيدينا نزيد للفوق سيدينا ما عليش يكثر خيرك ديري النقاب وديري الصباعيات ما يهم جزاك الله خير، فهمنا كيف؟ فما بالك واحد هذا الحمام اللي قالوا العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم منها، والحديث صريح في الحمام يقول لك واحد يقول لك هذا ما فيش الحمام، أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها، هذا قالك ما فيش الحمام، تعال نجيب لك حمام صريح بعبارة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح رواه كذلك أبو داود من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. قال لك اللي يامن بربي ويامن باليوم الآخر باللي غادي يجيب ربي ويحاسبه ما يدخلش مرته للحمام غير الحمام ما يدخلهاش ليه، لان كيما رانا نقولوا اللي خلى الشرع ودرب ضد الشرع شوف فاش طاح، اما طرطق الحمام وخرجوا نساء هاملات، واما كيما بعض الحمامات دار لهم واحد الحفيره صغيره ودارين كاميرا تراقب النساء، فهمت كيف؟ ويروحوا يبيعوا الاشرطه هذيك من جهه اللي من هي هذه مرت فلان وهذه مرت فلان والعروسه اللي جاوا يزينوا لها كيفاش وكذا والكاميرا راهي تسجل. تامنهم انت؟ تامن؟ ما يأمن حتى واحد. لذلك الشرع قال لك استر مرتك. هذا كان حمام العجائز والنفساء والمرضى، هذا العلماء فيهم ما قلش كلهم، بعض العلماء أجازه بشرط أن تكون مرأة كبيرة، بشرط تكون نفسة، بشرط تكون مريضة أتروح. أما بقية الفقهاء قالوا المرأة ما لها علاقة بالحمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، إما يدخلش مرته الحمام. طيب والبحر؟ مصيبة أكبر. واش يعتذر؟ باش يعتذر بربكم الإنسان اللي يدي مرته
ولا يقر مرتوها واش كنا نقولوا بلا هذا كامل يعني استدراج للحديث نتاع لا يدخل الجنة ديوث. وكثر من هذيك ماشي ما يدخلهاش ولا يجد ريحها وإن ريحها لا يصل مدة 500 سنة ما يدخلهاش وما يشمش ريحها والريحة تاعها يوصل مدة 500 سنة الريحة تاع الجنة يعني كي يفتح ربي سبحانه مصارع الجنة إن شاء الله نكون من أهلها إن شاء الله وإياكم الريحة تاعها ديك توصل مدة 500 سنة ولكن الديوث قال لك والله ما يدخلها ولا يشم ريحتها. طيب وين يكون إذا كان بعيد على الجنة وبعيد على ريحة الجنة؟ يكون في النار ولا يكون بين النار والجنة ما كاش منها. وهذا الإنسان اللي الشرع قال له غير الحمام راهي الحيوط في الحيوط ما تدخلهاش كيفاش يعتذر ربي سبحانه ويعتذر للشرع ويديها للبحر ويقول لك لا البحر تاع هنا راه دخلوها الناس بزاف والناس يعرفون يروحوا للبحر تاع الخارج كامل يروح للشواطئ في سويسرا وشواطئ هناك في مارسيليا ولا ما ناش عارفين ويقول لك انا وين يدور العرب انا ما ندور ويكون حاج ويكون قد يصلي قد يصوم واش تنفع شيء باش يعتذر بربكم لما يوقفوا ربي سبحانه ويقول له كيف ديت مرتك للبحر وعريتها امام الناس وما بقتش مسطوره الا بشبر او شبرين من قماش والباقي كله هكذاك مرمي للناس تشوف احنا ما ينبغي ان نروح وهو ما ينبغي يعري مرته تما حتى احنا نقول لك انا راجل روح نعوم ما تعومش انا نتكلم يا اخواني راني عبد ضعيف اخوكم نتكلم على نفسي زيد على 20 سنة ما شفتش البحر ما شفتش البحر الا اذا شفته في الطائره ولا شفته وانا رايح بالسياره وشفته في جده عندنا يقولوا كورنيش والله ما رحت ليه لأن سمعت يقولوا في الكورنيش ثم راهم داروا شي بوتيكات ثم وجالسين ياكلوا ويشربوا فيها مانيش عارف واش فيها صحيح ما فيها الا الخير ولكن مادا فيها النصارى وفيها كذا يجوا يشربوا بعدوا عليهم الانسان راه يحتاط لدينه الانسان ما يروح للبحر يروح كاش بحر هامل ما ناش عارفين اذا كان كاين هنا في الجزائر ولا في جهه اخرى ما ناش عارفين البحر كلها تعمرت اذا كاش ما تعرف بحر هناك مطرف ما يجي ليه امراه ولا يجي ليه كذا يجوز لك تروح تتعلم السباحه وتدي ولادك يتعلموا السباحه وتلبس انت لباس يعني ساتر للعوره من عند الركبه حتى للسره وتعوم وتعوم ولادك لان احنا مطالبين بالسباحه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يرسل إلى الأمصار كان يرسل للأمصار يقول لهم علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثبا شوف كيف كان يرسل الورق ويرسلها مع الرسل ويروحوا سفراء يروحوا لليمن يروحوا لمصر يروحوا للشام يروحوا للعراق يروحوا البحرين يروحوا كذا يدوا الرسائل تاع سيدنا عمر هذه خطابات كلها عسكرية علموا أولادكم لما يقراها الإمام يقراها نهار الجمعة على الخطبة يقول ها واش راه يقول لكم أيها الناس ها واش راه يقول لكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه راه يسلم عليكم وراه يقول لكم علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل وعلموهم فليثبوا على ظهور الخيل وثبة ماشي تجيبوا انت تركبوه والعود قولوا يجري علموه يجي يجري ويطير يجي فوق العود لأن غدوة حرب غدوة جهاد في سبيل الله ما قال عمي طلعني نروح نحارب ما فيهاش انت تطلع تقفز على روحك علموهم ينكزوا يجوا فوق العود يجوا فوق الحصان وهكذا احنا مطلوبين شرعا باش نعلموا ولادنا ولكن جيبنا وين نعلموه وين نروحوا اي بحر نروحوا كل بحر معمر الا لقيت هناك بحر خالي ما فيش النساء وما فيش مثلا حتى الشباب اللي يعني يعوموا ويبينوا عورتهم روح على روحك دي وليداتك وعوم احنا ما ناش نقولوا البحر في حد ذاته الماء المالح حرام رانا نقولوا الوضع هذاك حرام الانسان يروح ليه لان فيه منكرات وفي فواحش الانسان المؤمن يغض بصره ويبعد وجهه نظره على هذا الشيء هذا شفت كيف اما اذا حصل مكان خالي يروح يعلم وليداته ويتعلم هو لان في يوم ما نحتاج هذا الشيء هذا وليداتنا يتعلموا سباحين نحتاج السباحه ونحتاج الرمايه ونحتاج ركوب الخيل
إذا نرجع للإنسان هذا اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث، كيفاش يقول له؟ كيفاش يقول ربي سبحانه؟ كيفاش يعتذر ربي سبحانه؟ يعتذر بالحرارة، يقول له يا ربي الحرارة لحقت 50 ولا لحقت 100، تلحق 100 الحرارة، خليك لحق 100، اللهم تموت محروق في بيتك وما تموتش مبرد في البحر، المرأة تاعك تموت محروقة في بيتها أحسن لها من اللي تموت مبردة طرف الشاطئ عريانة. وهذه مصيبة كبرى يا إخواني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اللي رويته لكم الآن تعس عبد المرأة، تعس منكد حاله رايح فيها، اللي يعبد مرتك شو عشان يعبد مرتك، يعني اللي يطيعها طاعة مطلقة يسبق طاعتها على طاعة ربي. ربي قال الحجبة والرتبة، وهو قال له خلي قاتلوا الدنيا نديك واش ندي، قال لك واش ندي، لا قالت تروحوا، كيف تروح؟ هو قفى عند حدود الله، قل له يا امرأة هذا الشيء راه حرام، هالشي ما يجوش، هذا الشيء رانا نروحوا لجهنم، ماشي اوت ولا جوي ولا، هذه جهنم يا اخوان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، يقول الله تبارك وتعالى خلق النار 70 ضعفا، ربي لما خلق النار في بداية خلقه للنار خلقها 70 ضعف، 70 ضعف، 70 جزء، فأخرج جزءا، خرج جزء واحد به يوقد الناس وبه ينتفع الناس. ربي سبحانه لما خلق النار خلقها 70 جزء، جزء واحد نزلونا، قال يا عبادي هذا جزء طيبوا به، حرقوا به، ذوبوا به الحديد، ذوبوا به النحاس، ذوبوا به الذهب، وخلى عنده هناك 69 جزء. ما تقولوش الشيخ راه يكذب، اللي يبغى يروح صحيح مسلم يقرأ باب صفة جهنم يقرأها. قالوا يا رسول الله والله إنها لكافية، قالوا يا رسول الله والله غير تكفينا، الجزء بتاع الدنيا يكفينا، الجزء بتاع الدنيا يكفينا. شوف الآن اللي يروح الليل، بلك واحد منكم راه يخدم في عنبه ويشوف الحجار لما يجيبوا له، يجيبوا الحجر ويذوبها ويردها ماء ويردها حديد ويردها ماء، يمشي النار تمشي 13000 أو 14000 درجة حرارية، تكفينا غير هذه، أعوذ بالله تاع الدنيا. ولا الكوشة تاع أنت على اللي يديروا فيها الطوب ويديروا فيها الياجور، ولا تكفي في الدنيا تكفينا، نعوذ بالله منها. ولكن قالوا له يا رسول الله كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم للرسول، كما قلت لكم رضي الله عنهم لأنه مكلف، يا والله غير تكفي، غير تاع الدنيا تكفينا، تحرقنا، علاش 69 زايدة فوق علاه؟ قال لهم والله إنها لفضلت عليها 69 جزءا، أترونها حمراء مثل ناركم هذه؟ والله إنها لأشد سوادا من القار، نعوذ بالله منها، اللهم أعذنا منها يا رب. قالهم وقيل تشوفوها حمراء كما النار تاعكم، لأن النار تاعنا كي تشعل حمراء يبان لنا الضوء، على الأقل نستفادوا من الضوء. قالهم والله غير كحلة أكثر من القطران، أكثر من القطيع، أشد سواد من القار، ظلام في ظلام، نعوذ بالله منها. لأن النار إلا بغى الإنسان بكري كانوا يضووا، يبغاوا يضووا ولا كاش ما يخلعوا كاش حاجة، يشعلوا لها النار وتبقى ضاوية ويتفرجوا في بعضهم بعض ويقصروا، هاي ضوت لهم على الأقل ضوت، أما النار تاع الآخر تضوي ما تضويش، كحلة سواد في سواد، أعاذنا الله منها. لذلك اللي يبغى يسلك روحه يسلك روحه من النار، ماشي يسلك روحه من الحرارة تاع جوية ولا تاع عود. يا إخواني الكرام، هذه النار راهي طالب فينا، راهي مورانا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عجبت لأمر النار نام هاربها، وعجبت لأمر الجنة نام طالبها. قال أنا تعجبت من النار واحد ينام ويردفه، من يرقدوش نوضوا نسبحوا ربي ونوضوا خايفين نجعروا ربي سبحانه، ونتعجبوا للجنة والنعيم نتاعها وإحنا رانا راقدين، نوض اجتهد على روحك باش تدخل الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح للجنة النصيف تاع حورية من حورية الجنة، النصيف يعني الطرحة كما يقولوا الشرقيين، الفلارة كما تقولوا منتوما، يعقبوها كذا ويلوحوها على ركبتهم، النصيف تاع الحورية من حوريات العين، إن شاء الله نكون من أهلها إن شاء الله وإياكم. يقول النصيف تاعها تاع حورية من حوريات الجنة خير من الدنيا وما فيها، النصيف تاعها الفلارة تاع الحورية من حوريات الجنة خير من الدنيا وما فيها، نقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. القوس نتاع بنادم شحال يدير؟ يدير متر،
هذاك اللي حارب به كي تقيل به 100 من الجنة خير من الدنيا وما فيها. راه شي كبير في الجنة يا إخوان، وكذلك شي كبير في النار نعوذ بالله منها. لذلك المؤمن اللي كان يبغي وليداته ولا يبغي بنته ولا يبغي مرته يسلكها من النار. يشوف غير كان مرضت من يدها ولا مصباحها تلقى واش بك، يقول له جريت للطب ورحت لفرنسا وجيت كذا، علام ان الطفل يقول لك راهي مريض. يا رجل يا راهي رايحه جهنم كامل وانت راك تجري على جر صباحها، هي راهي رايحه جهنم كامل وانت راك تجري على عينها ولا على اذنها. اذا تبغيها سلكها من جهنم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. يا المؤمنين سلكوا انفسكم وسلكوا اولادكم وسلكوا نساكم من النار، راهي النار ترقى بالناس وترقى بترقى بالحجاره. انت لا بغيت تشعل لابد تجيب الحطب ولا تجيب الفحم وتشعل الجهنم بها تشعل. يا اخواني مصيبتنا كبرى وش راه وش راه، يلاقي غير ربي سبحانه هو اللي راه يرفق بينا. تشعل بالناس وتشعل بالحجار. قال العلماء الحجارة هي حجارة الكبريت، أشد الحجارة ولوعا، هي اللي تشعل أكثر وهي اللي تحرق أكثر. هذا هو الفحم تاع جهنم. الفحم تاع جهنم البشر والحجار. الحجار حجارة الكبريت، وهذا أصحاب جهنم. واحد يقول لك هذه جهنم هذه، إذا بنادم غير على بعد خلاص تلهب وراح. يا إخواني راه الإنسان مصحب جهنم نعوذ بالله منها ومن أهلها يكون كبير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ناب الكافر في جهنم كبر أحد. اللي حجوا راه شافوا جبل أحد. تصوروا أنتم واحد يدير جبل فوق يده وقد منه يكون هذا الإنسان. مجلس الكافر في جهنم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، المجلس تاعو في جهنم كما بين مكة والمدينة. ماشي تقول راني نقصر بها نخوفكم، كل شيء صحيح. لأن لو كان يكون كما ربعتنا هكذا غير بواسمه الصهد تاع حالة هذوك، يا شفتوا اللي في الحجر على بعيد يحوشي فيها وكاع بعيد، كوني قربت له تديه يذوب. فما بالك بجهنم على بعيد صورته ما يبان والو. القعده نتاعو كي يجلس واحد منا لا يجلس يشد نص متر القعده نتاعو، ولو يكون صحيح يشد نص متر من الارض. الواحد مصحاب جهنم شحال يشد يا اخواني؟ يشد كما بين مكه والمدينه، يعني شحال من كيلومتر؟ 500 كيلومتر. واحد مصحاب جهنم، واحد يقول طيب والكفار هذو شين وهذو كم الكفار يعمروا جهنم الا كانوا هكذا، وجهنم دي قد منها. يا كاين بعض الناس يتفلسفوا يقول لك يعاد الواحد قد الدنيا وهكذا، وين تكفيهم هذه؟ وين نقول له وين تكفيهم؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وزيد ربي سبحانه يقول لا تعمرت يا جهنم، تقول له زيد الكفار اللي ما كانوش يأمنوا بك، والكفار اللي كانوا يضحكوا علي جيبهم، اللي كانوا يستهزئوا بالمؤمنين. وكهي تغيير، هاي ربي سبحانه خلق الجهنم وتغيير عليه. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. تغضب وانت بشر، ما تغضبش، ما تغضبش على ربك لما ينتهك حدودك، ما تغضبش. جهنم غضبت وتقول هل من مزيد، جيب لي الكفار مازال نبلع. وما تبغيش تصبر حتى الله تبارك وتعالى يأذن ويجعل فيها رجله الشريفة فتنزوي وتقول قتل 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 قتل، أحبس خلاص يكفيني يكفيني، وينزوي بعضها إلى بعض. واحد ثاني يبغي يتفلسف يقول علاش يا إخواني جهنم يقول لها ربي سبحانه هل امتلأتي، والجنة على ما يقول لهاش. هيا نعطيكم أنا فايدة، يعني ما يقولش للجنة ما يهضرش معها. نقول لكم باش تشوفوا باش تجتهدوا للجنة، الله يجعلنا منها إن شاء الله. لأن احنا واش نقولوا؟ قول له فلان والله غره معذب، علاش؟ قالك ساكن في الضيق، صح؟ قول له فلان راه في جنة وساع الدار تاعو مبحبحة وكل شيء عنده مبحبح، لا بأس عليه. لأن ربي سبحانه لما يقول جهنم هل امتلأتي، لأنه يريد أن يعذب بها ولا يجعل ولا يريد أن يترك فيها فجوة أو ساعة، لأن ساعة فيها شويش تاع على الأقل يتعذبهم بحبح، ولكن لما ينضغط عذاب فوق عذاب. لأن الله تبارك وتعالى خلق جهنم باش يعذب بها، ما يخليش فيها فسحة، يضغطها. والجنة خلقها باش ينعم بها،
شفت كيف؟ يخليها نبحة بحة. لذلك ورد في الحديث الصحيح أن كل مؤمن يا إخوان ينظر واش راه يستنانا ورانا نايمين ونسانا نايمين ورانا نلعبوا والعياذ بالله. كل مؤمن مصحاب الجنة يعطي الله تبارك وتعالى يوم القيامة 10 مرات الدنيا، 10 مرات الدنيا. اضرب الدنيا شحال فيها واضربها في 10، هذاك هو رزقك يوم القيامة إذا كنت مؤمن. ما يعطيلكش ربي بالهكتار ولا بالهكتارين ولا يعطيلك بالآر، يعطيلك 10 مرات الدنيا. واحد يقول طيب وعشر مرات الدنيا أنا اللي أهلي بها، أنا نسكن في الجزائر وهران ما نعرفهاش، بالسكرة ما نعرفهاش، ما خرجت من داري، اللي أهلي أنا بالوعطية كاملة لا. نقول له نعم تديها وكامل ربي سبحانه يجعل لك فيها قصور وأنهار وجنات وحور وخدم وحشم، وكلها تبحث فيها وكلها تشوفها، وكل القصر اللي تدخل ليه غير اللي شفته، غير اللي شفته البارع، غير اللي شفته اليوم. والخيم أنا دخلت بعض القصور تاع الأغنية وتجولت فيها، في آخر الأمر يقول لي مولاهم يقول لي تعالوا نضربوا الشاي في واحد المكان، وين يديني؟ هناك في نهاية القصر كاين قربي، لأن الطرف هذا المترافين يدير طرف كثير، وهناك يدير عشاء، عشاء مخدومة كي تعشين وامسك ما لبس بها، يقول لك هنا نشربوا الشاي. يا ودي خرجنا من كذا ولي ونروحوا لهنا القرب هذا نديروا الشاي، ما عليش. نقول له ما عليش، نرجعوا البساطة. كذلك ربي سبحانه يجعل لك خيمة في الجنة، الخيمة اللي قد منها. رانا نشوفوا الأغنية وشوفوا بحثوا في القصور تاع الأغنية وتشوفوا داير خيمة صغيرة في طرف القصر يتنزه فيها وفيها حويجات هكذا ويشوي فيها وهكذا. كذلك المؤمن بعد ما يعطي ربي قصور ويعطي له جنات وأنهار يعطي له خيمة داخل الجنة، خيمة ذيك منها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. سمعوا سمعوا، المؤمن في الجنة عنده خيمة قصور وعنده كل شيء وعنده قربي في الجنة. كي داير هذه القربي تاع الجنة؟ لؤلؤة واحدة، جوهرة مجوفة محفورة في الداخل. احنا درك رانا نشوفوا الصياغي العالميين يدير فوقها غير شوية هكذا يبيع لك الخاتم كذا من المليون، بينما ربي سبحانه يعطيك خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة قطرها في السماء 60 ذراع، العلو تاعها في السماء 60 ذراع. باش ذراع هذا؟ بالذراع نتاعنا ولا بالذراع تاع يوم القيامة؟ له فيها أهلول لا يرى بعضهم بعضا. عنده فيها الداخل النساء واحدة ما تشوف واحدة كبيرة، هذه غير طول، الطول 60 ذراع، طيب العلو الارتفاع 60 ذراع، طيب والطول والعرض قد منه ما لا تسأل. من لؤلؤة واحدة مجوفة. تعرفوا اللؤلؤة ولا ما تعرفوش؟ هذوك اللي يفتحوا المحارات في البحرين يحلوا ويلقاو واحد واسمها بيضة صغيرة كي يحطوها فوق الخاتم هنا يبيعوها لإليزابيث بكذا من $1,000,000. هذيك ربي سبحانه يعطي لك هذه تاع الدنيا ويعطي لك تاع الآخرة. غير خيمة يحطها لك في الجنة باش مرة تضرب الدورات تتبعبع فيها. خيمة فيها في العلو تاعها 60 ذراع وعندك فيها أهلون، عندك 100 حورية دور داخل على قلب واحد وجمال مختلف. القلب واحد باش ما يقولك أنا في الدوس تاع الدنيا ونزيد نروح لك الدنيا ندوسوا مع النساء ثاني بداو يتضاربوا. لا نقولوا له ثم يتضاربوش، ثم يا خيات الزين مختلف، الوجوه مختلفة ولكن القلب واحد. والمرأة نتاعك اللي كنت مربيها على الدين والمؤمنة نتاعك تقول لك وانا وين نروح؟ كي تدي التامية وانا وين نروح؟ نقول لها انت تكوني أميرة تاع النساء هذا. إذا كنت مؤمنة تلحقي براجلك وتكوني أميرة تاع النساء هذا. أما ما كانتش مؤمنة ويقولها الجامع خاف الله تقول له غير البحر، ما بغيش تديني يديني وليدي وتروح تهمل وتحل الباب ويروح الخدمة ولا تروح تهمل البحر ولا تهمل جهة أخرى، ما تكونش مؤمنة تكون في جهنم. لذلك يا إخواني قبل أن أتم، احنا رانا من ورائنا نساء ومن ورائنا بنات والمسؤولية عظيمة، ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم بين وقال يا معشر النساء
اتقين الله يا معشر النساء، اتقين الله، فإني قد اطلعت إلى جهنم فوجدت أكثرها النساء. ورانا نشوفه الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا النساء خافوا ربي، تاع ذاك الوقت حتى لما قال لهم بدأوا ينحوا، حتى بدأوا ينحوا في الخراسي تاعهم وينحوا في البناجر تاعهم وبنحوا في كذا ويرموا، ولا بلال يلاقي في الذهب وداه للرسول صلى الله عليه وسلم. احنا هذا الذهب وهذا الشيء اللي لوحنا في جهنم ما بغيناهش. قال يا نساء خافوا ربي، راني شفت جهنم ولقيتها معمره بالنساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، مش انا اللي قلت، قال راني طلعت الجهنم ولقيتها معمره بالنساء. ورانا نشوفه، لان الانسان مؤمن كذا تقي نقي يلحق للمراه تقول له انا فلانه قالت وفلانه كذا لابد كذا، يا ودي العالم الفلاني قال ولا الشيخ فلاني قال خليني منه وفلانه، وعلى ما نديش دير كيما دار جارك ولا حول باب دارك، اكثرهم يقولوا يا صح نديروا كيما دار جارنا في الخير. اما الانسان كما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي، اما لا يكون احدكم اما يقول انا مع الناس انا مع الناس انا مع الناس، لا ولكن وطنوا انفسكم، ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا تجتنبوا اساءتها. ما يكونش الانسان اما يقول لك انا مع الناس كيما داروا دي، علاش ندير؟ الا داروا الخير دير، داروا الشر بعد وري لهم علمهم. لذلك يا إخواني وجب علينا نوروا لخاوتنا ونوروا لولادنا ونوروا لنسانا، واللي يبغي مرته ويبغي أخته ويبغي يماه ينجيها من جهنم، ماشي على جال صباحها مريض ولا ودنا راه جاي للسبيطارات ويجري وكذا، هي رايحة كاملة لجهنم راهي ما تصليش، راهي تروح للبحر وتتعرى، مش راح تجري على ودنها، ليش تجري على ودنها؟ راهي رايحة هي لجهنم كلها، سلكها من جهنم. اللي يبغي المرأة تاعه ولا يبغي بنته ولا يبغي أخته يسلكها من جهنم. ربي قالنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار، سلكوا أنفسكم وسلكوا أولادكم وسلكوا نساكم من النار، راهي النار شادة فينا وحنا رانا هاربين. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الشر شرا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرحم ميتنا هذا مغفرة واسعة من عنده، ويزل لنا ولكم المثوبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.